أستاذ عبد الله حسن، في الفاصل الأول كنا وصلنا لأسمرة ووصلنا برغبة المواصلة الدراسة من المرحلة الوسطى للمرحلة الثانوية، ومعها برضو كنت تفضلت بأنه قدمت لنا شحنة من الموقف الوطني وقراءة الواقع السياسي اللي كان موجود وطبيعة الخيارات والمسارات اللي كانت موجودة في المرحلة دي اللي هي طلع عقبيت الفيدرالية العلم تغيير اللغة. ده كان نهاية الفصل الأول ودخلنا في المرحلة الجديدة. طيب حدثنا ليه أنت جيت أسمرة، وفي أسمرة شنو الفرص اللي توفرت لك عشان تدرس وتواصل دراستك المرحلة الثانوية؟ طبعا بعد عدت الفصل الثامن، في الفصل الثامن جبت نسبة متمكنة من التحاق بالمدرسة الثانوية وقبلوني في مدرسة الصناعية اللي بوينت فور، وأنا الصناعة دي ما حبيتها يعني. أخوي الأكبر مني دخل المدرسة وتخرج منها طبعا بوينت فور، وأنا قلت أخوي مكانك أنا كمان مكانك يعني، شلتها كده. وبعدين السياسة وما السياسة والحالات اللي كانت موجودة، أنا في تفكيري إنه اللي يدرس الدروس الأكاديمية يبقى سياسي وكده يعني، شعور ده فيما حبيت المهمة الصناعة. وقدمت طلب خشيت مدرسة اللي كانت تسمى الثانوية، مدرسة الأول مكنن الثانوية. طيب أنا هنا حاول أربط الابتدائي كانت في دراسة أكاديمية ودراسة مهنية، واستمرت المسألة دي. أحس النهاردة في الثانوي برضو التقسيم التعليم جانب منه مهني اللي هو بوينت فور، بوينت فور بيدرسوا أشياء بتوصلك أنك ممكن من بوينت فور تشتغل على طول ويكون عندك شهادة مهنية. في مدارس الثانوية كم مدرسة ثانوية كان موجودة في أسمرة؟ والله حسب ما أتذكر أولا المدرسة اللي كانت تسمى مدرسة الأول مكنن، الأول مكنن أمير مكنن، أيوة الأمير مكنن سلاسي باسمه، أيوة. والثانية اسمها هيلي سلاسي ذات مدرسة هيلي سلاسي الثانوية، أيوة. والثالثة اللي هي المدرسة المهنية البوينت فور، مدرسة صناعية. وفي كانت في مدرسة برضو معهد المعلمين، أوكي تي تي سي تي أوكي تي تي سي تيشير ترينينج سكول، المهم معهد تيشير ترينينج سكول، أيوة دي كانت برضو، أيوة ده المدارس الثانوية. أسمرة كعاصمة مصوع كمينة، مفروض تكون المدينة الثانية ما فيها ثانوي، هنا في يعني ثلاثة مدارس ثانوي، وفي برضو معهد معلمين اللي هم يخرجوهم عشان يواصلوا الدراسة. فده يعني تماما انكم عملتوا مظاهره فيه وقدمتوا الرساله للمشرفين على التعليم في مصوع، كان في عندكم مطلب حقوقي. هل الثانويه بعديها شافت مصوع مدرسه ثانويه؟ اي بالضبط ما بتذكر، افتكر بعد انتقالي لأسمره بنوا مدرسة ثانوية في مصوع في عداقة، في عداقة اتجاه عداقة بالحي اسمه عداقة، بنوا مدرسة قالوا هاي لسلاسي بنا ليكم، بنوا مدرسة بنوا مدرسة. اوكي اسامي المدارس اسامي غريبة يعني، اللي هو المكنن اللي هو ابنه لهيلي سلاسي صح؟ نعم الامير، وهيلي سلاسي اللي هو الملك، فحتى المدارس كانت مسمية على مدارس حتى كانت في مدرسة وسطى ميدل سكول تيجمنن اللي هي زوجته لهيلي سلاسي ايوه، كلها طبعا اي مؤسسات يسموها باسمائهم السلطة، هذا قمة الاحتكارات، دول ملوك يعني ملوك. فانتوا درستوا في مدارس ملوك زي ما يقول عليها. طيب حدثنا عن بداية دراستك في أسمرة. قبل الأول مكنة درست قلت لي في مدرسة في البوينت فور الإسلامية الخيرية، إسلامية الخيرية الفصل الثامن، هناك فصل الثامن عدتها وبعدها انتقلت للمدرسة الثانوية. أو معناها كملت أنت في عدتها عشان عدت النسبة اللي تخليني عشان تجيب النسبة تخش الثانوية، وخشيت المدرسة الثانوية اللي هي لول مكنن. أوكي، فلول مكنن بيخشوها طلبة ناجحين بذو مستوى محدد يؤهلهم أن يخشوا في أيوة في كل المدارس الثانوية
اصل زي يعني اذا كان جبت نسبه لازم تجيب نسبه يعني مقدره اربع مدارس اوكي اوكي طيب حدثنا عن لؤلؤ المكنن برضو نفس السؤال حنبدا بالاداره بتاعتها حنبدا بالمدرسين حنبدا بالمنهج وطبيعه اللغات اللي كانت موجوده والاصدقاء يعني دي المسارات اللي احنا عايزين نسمعها عن لؤلؤ المكنن والثانويه وفي مرحله اختناق سياسي اكيد في برضو موضوع سياسي هنا والله خشينا المدرسة الأداء هو المعلمين كانوا تقريبا 90% ولا 99% الهنود ولا وكان في اللي يسموها أيام جون كينيدي جون كينيدي كان يسموها بعثة السلام بيس كورس أيوة دول كانوا برضو خمسة كانوا من البيس كورس النادر كان هندي أيوة. مستر باول اسمه بعده جاء واحد محراوي اللي هو اثيوبي لو هتستحضر اسمه حنستحضر اسمه ايوه المهم يعني اوكي اثيوبي سواسو اسمه سواسو اوكي بعدين أيوة. مستر ابراهام هندي ايوه وبرضه هندي باغوان داس اسمه هندي باغوان داس اوكي فرانسيس اسمه برضه هندي فرانسيس اوكي كلهم طبعا اللي يدرس ماده انجليزيه تاريخ وده كده البيس كور برضه نفس الشيء أيوة. بيس كور إلينغسون اسمه ده كان يدرس إلينغسون اوكي كان يدرس الفيزيكس ولا المهم يعني يدرس ونورد بلوم اسمه برضه نورد بلوم مره بلوم اوكي كان يدرس التاريخ جيلاتي اسمه برضه كان يدرس جيلاتي كان يدرس أيوة. آه يعني كان يدرس في برضه مدرسه اسمها مسعود كانت تدرس الانجليزي اللغه الانجليزيه وفي واحده برضه كانت تدرس ماده بتاعت علوم عارف الفيزيك ولا الكيمياء ما اتذكروا أيوة. يعني كانوا خمسه معلمين بيسكور اللي هم خمسة الامريكان معلمين امريكان كان في هنود هنود ولا أيوة. امريكان امريكان البعثه السلام ده ايام كينيدي أيوة. امريكا ده وزعت لا في كل العالم طبعا في لاتين امريكا كان مشهوره جدا موجوده في جنوب شرق اسيا دول منهم جوهم دول ايوه دول كانوا البيس كورس الى يومنا هذا قاعدين يدرسوا في العالم دراسات المرحله الثانويه وبيساهموا لكن عليها برضو لغو سياسه كبيره انه في داخلهم في بعض الشخصيات اللي بتلعب دور اخر طيب دي طبيعه المدرسين الطلبه والله الطلبة طبعا زي ما ذكرت انه دي كانت الفترة اللي حصلت فيها احداث كثيرة ابدا من دال العلم القاء اللغة العربية والتقرينية القاء الشارات بتاعة البوليس الريتري والشنو كل الحاجات دي يعني كانت مؤثرة جدا على الطلبة وبعدين الجو اللي كان حتى في الخارج زي ما قلت لك النشاط اللي كان وبرضه خروج الجبهة طبعا جبهة الريتري 61 اي بعد الحركة مباشرة بدأ الكفاح المسلح وده عنده تأثيرات حصلت معركة وين عواتم يعني عنده كلها عنده تأثيراتها ونحن كطلبة دائما نتحدث عن الحاجات دي وبعدين كانت في تنظيم بتاعت مظاهرات في بعض الأحيان نظمت بعض المظاهرات في أيوة أيوة وشان كده يعني الناس كان الجو بتاعت رفع الحس الوطني والاهتمام بالثورة وكده وديق الجو اللي كان سعيد في عقول معظم الطلبة طيب بنتكلم هنا احنا عن ثورة عن كفاح مسلح عن نهوض العمل السياسي بنتكلم عن معارك قاعدين تسمعوها بنتكلم عن مناخ أثر وتفاعلوا معه الطلاب طيب التفاعل ده مظاهرات ما في حاجة اسمها مظاهرات تقوم لوحدها هل كانت في قوة منظمة في هذه المرحلة في الثانويات دي وكلها يعني ثانويات يبدو عليها فيها زخمة من المعاناة وزخمة من الطاقات اللي هي ممكن تجاوب على هذه الأشكال بتاعت الرفض طبعا السلة دائما بين الطلبة بالذات المدرسة الأولى المكنن ده كان عنده دور كبير في التأثير على الطلبة بصفة عامة في المدارس المختلفة ولأنه كانوا طلبة عندهم صلة مباشرة مع الجبهة وكانوا يعني أوعى من الآخرين ويحاولوا دائما
تأثيراتهم كانت قوية. وتقول كل ما تقول إنه نحن هنعمل مظاهرة ضد الإثيوبيين تجاوب في طوالي يعني كل سنويات طوالي. أيوة وأنا بتذكر كنت تطلع مظاهرات كنت. أيوة يعني فرص كثير ما يدوا طوالي كردنو مش عارف. لكن حتى بتاعت سنة 65 الكردنة دي معناها شنو يعني الكردنة؟ يعني سنة 65 كنا ناويين نقوم بمظاهرة نمشي في البرلمان ده اللي برلمان الريت اللي كان يسمى وقير يعني أيوة. وسط المدينة وده. لكن عشان كان عندهم الخبر هم ما خلونا نطلع من السور بتاعت المدرسة. حوطونا يعني حوطوكم أيوة الكردن تم تحويط حوطونا ومنه شالونا في عربات ووضونا سنبل ايه هي؟ سنبل السجن سنبل اللي هي المقر بتاعت الجيش البوليس الإريتري. أيوة. معسكر كبير طبعا بعض المستمعين قد يكون ما واضح لهم سنبل ايه. انا ممكن عارف سنبل لكن عايز اسمع منك توصف ليها. سنبل اساسا كلمه سنبل ده السجن الموجود هناك سجن الكبير اكبر سجن في أسمرة يحمل هذا الاسم. لكن سنبل كمنطقه برضو فيها مركز فيها إدارات. مركز بتاعت بوليس ادارات بوليس ادارات بيوتهم العوائل وكذا. ايوه السكن هسه احنا ودونا هناك والمهم بيتونا لا اكل لا شراب لا شرب تم اعتقالكم هددونا. ايوه لكن عدد كبير طبعا الطلبه جابوا من عده مواقع. تذكر مين اللي جه هددكم او القيادات اللي العسكريه اللي جات البوليس؟ قيادات عسكريه جو خاطبوط فيهم زرع مريم اللي زرع مريم الزازي اللي جف جنرال زرع مريم الزازي في محل بتاع تل عقبيت. لكن وصديقه كان زرع مريم يختلف من تل عقبيت. أيوة. واساسا لحفظهم هو يقول يعني حفاظا على الاطفال ما في سراويط الاثيوبيين انا يعني بدل ما يلحقوا اضرار للطلبه وكذا لحفظهم. البوليس الاريتري يعني يحكى انه نوعا ما عنده عطف تجاه لا هو تاريخيا برضه زرع مريم في النهايه اولاده انضموا للكفاح المسلح. ايوه وهو برضه بقى مع الثوره خذونا فكونا تكفي طبعا حكايه جوعونا عطش ما في شنو ما في خلاص بعد طيب بعد رجعنا في مدارس. سؤالي كان محددا المظاهرات دي كان المطالب ايوه لا القوه اللي كانت تنظم العمل ده ايوه مع المطالب. أيوة. المظاهرات دي مين كان ينظمها؟ ايوه ليك يعني الناس اللي كان الطلبه اللي كان عندهم سله طلبه سبقونا في المدرسه الثانويه دي مثلا كانوا وهم نذكر منهم اسماء هم في مقدمه نذكر منهم اسماء مثلا فعلا الاول والمكنن ده اولا الاسماء دي اللي اقول لك كانت بارزه في قياده الحركه الطلابيه. أيوة. اللي هو والديسوس عمار والديسوس عمار ده طبعا رجل معروف معروف في العمل السياسي والصحفي كمان والد داويد تمسجن بانكيل نقاد معروفين في الجبهه سيوم بانكيل كان رئيس اتحاد الفلاحين وكان من كيل جابر كان مدير بتاعت مدرسة يونسكو في كسلة أسس مدرسة يونسكو في كسلة كان مدير وعن جريس جهر تولدي جريس جهر تولدي عنده تاريخ طويل معك طبعا كزميل وعدد كبير دي القيادات اللي كانت تنظم يعني من سياسة ذاته كان سياسة فوركي نفس الرئيس كان برضه في نفس المدرسة كان في نفس المدرسة قبل أنا بسنتين كده وبإمنت أحمد اسمه بعدين عمل دكتوريت كده مع الجبهة الشعبية أوكي ما أفتكر موجود أيلا مريم درع الوزير اللي حس معتقل 15 الوزراء معتقل مع مجموعة 15 برضه كلهم المكنن دي كلهم القيادات دي اللي هي قادت الثوره الفكريه والتنظيمات وهذا جريس جهر من جنرالات النظام ده برضه معتبر مع اوكي مع ال 15 ايوه و يعني محمد حزام اللي كان معانا في محمد حزام في اوكي في الاخر في ايوه في الحركه الطلابيه وفي واحد اسمه محمد برضه هنجي على المرحله دي طيب دي القيادات اللي كانت تقودكم انتم وكانت في سينيور اللي هي في الصف الثاني عشر ايوه وانت كنت في الصف التاسع والعاشر ما لما كانوا الثاني عشر في العاشر كنا نحن ايوه انت كنت في العاشر طيب بين العاشر والثاني عشر خلاص يعني بيننا وبين ولدي سيس عمار سنتين يعني انتوا الورثه الطبيعيين للقيادات ايوه طيب المرحله دي كانت مرتبطه بالجبهه
مرتبطة بالتنظيمات السياسية أو بالشكل السياسي اللي كان موجود، شكل العلاقة اللي كانت بين الطلبة وبين قيادات الكفاح المسلح كيف كانت؟ والله بعد المرحلة دي لا أثناء المرحلة أثناء المرحلة كانت مكونة المنطقة الخامسة اللي هي كانت منتشرة في حماسين اللي تعتبر منطقة يعني المنطقة الخامسة اللي تقول أنا وإنت ممكن نفهمها لكن المشاهد أيوة المنطقة معناها شنو؟ حوالي هي مديرية حماسين، مديرية هي اللي في قلبها أسمرة، مديرية حماسين اسمها. للمنطقة دي كانت مكونة منطقة عسكرية خاصة في كل إريتريا، في وحدات عسكرية محددة مقررة لها. كانت المناطق كان منطقة الأولى والثانية والثالثة، إريتريا مقسمة على خمس مناطق، خمس مناطق عسكرية وأخيرا اللي تكون المنطقة الخامسة أسمر المركز يعني. فهنا كانت علاقة بين الطلاب وبين المنطقة الخامسة. أيوة المنطقة الخامسة كان يجوا المناضلين يخشوا أسمرة، أيوة لقاءات مع الطلبة وكده يعني. معناه خلاص أنتوا دخلتوا في عملية التنسيق مع القيادات السياسية. أيوة أول العمل العفوي كان موجود، أيوة وكانوا برضو كمان طلبة عندهم سلات، لكن العمل المنظم استمر ويعني كان عمل منظم ماشي كان يقود في كل المدارس الثانوية بالذات، أيوة وحتى في مدن أخرى مسوع قندع مندفرة انتشر الخلايات الطلابية السرية دل. طيب هنا في مسار أنا عايز أؤكد عليه واللي هو كان غايب في أدبياتنا، يعني مثلا لما أشوف أدبيات الحركة الطلابية السودانية أو أشوف الحركة الطلابية الإثيوبية المسائل دي موثقة بشكل كتب ومراجع. في المرحلة بتاعت بدايات الحركة الطلابية قد نعي إحنا من الخارج اللي كانت الحركة الطلابية، الحركة الطلابية في أسمرة أو في إريتريا أو في المدن معناها كان عندها شكل قيادي وشكل منظم وعندكم اجتماعات وخلايا ومسار بتاع عمل من الداخل، كلام ده صح؟ نعم أكيد لك. أي بالذات اللي كانوا طلبوا معانا اللي ذكرتهم يعني أول من المكنن ده تقريبا كل اللي بقت قيادات والبقت دي كلها المدرسة دي يعني كتارهم ممكن أقول عليها حتى المستشار بتاع السياسة دي يماني من نفس المدرسة مستشار الرئيس أساس أوكي كان من طلابه عدد كبيرة يعني. أيوة حسي العمل المنظم جامدين لما طلعوا الطلبة اللي هم ولد داويت وسيوم كانوا في نفس المدرسة دي طلعوا للميدان أرسلوا مرة ثانية الجبهة أرسلتهم عشان يقوموا بتأسيس العمل المنظم داخل المدينة. قاعد تتكلم عن طلاب كانوا في الثانوي طلعوا الأراضي المحررة التزموا وأعادوهم عشان ينظموا العمل في داخل دي نقطة تحول حسنا نحن بدأنا جدا. عمل منظم ده لأي واحد باحث يفترض يقف عند الحتة دي لأنه دي غايبة أنه حجم العلاقة اللي كانت موجودة ما هيش حل يعني مش نظريا انتوا اوريدي بداتوا تتاطروا وبداتوا تتحركوا في الاراضي المحرره أيوة. وترجعوا ثاني عشان تعيدوا المنظمة هذا كلام مهم جدا المنظم كان وهم طبعا لما دخلوا التقوا مع جهات مختلفه ايوه ضمنهم نواقرز قهير ولدي سوس ذاته التقوا مع بعد كده اتقبضوا طبعا في داخل المجموعه داخل هو سيوم سيوم وولد داويت تم اعتقاله بعد اتم اعتقاله ايوه كيف تم اعتقاله؟ والله كان في واحد في كسلة في مع نفس القيادة الثورية اللي كانت مسؤولة من العمل كله القيادة الثورية كان في تحرير في كسلة هل كانت أيوة. في كسلة واحد من الجماعة دول سلم للسلطات الإثيوبية ايوه وهو كان عارف ودعم طبعا كان عارف دخولهم لأسمرة ولا ما كان اللي يخشوا فيها وكده ايوه المهم وشى بهم واتقبضوا بيقول طبعا عملوا حكايه بتاعت 20 سنه ولا في السجن يعني. كان ايضا كان مزروع في داخل الثوره يعني والله ما افتكر مزروع لكن ما اعرف اسباب مختلفه عنصر قيادي قاعد تتكلم اي كان عضو قيادي ووشى بزملائه اللي هم طلاب الجيوب الاسمر الاثيوبيين وسلم نفسه اي سلم نعرف اسمه ده ممكن نعم نعرف اسمه مولوجيتا 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 جورجيس قاعد دول اتقبضوا طبعا بعده ايوه ناس ولد يسوس ودول الطلبة اللي كانوا قبلنا دول ايوه مشوا للجامعة جامعة ما في طبعا في أسمرة ايوه ما في جامعة في أسمرة تقبل الطلاب فالناس بتروح أديس أبابا مشوا في أديس أبابا ايوه
فولد يسوس عمال راح حديث. اي ولد يسوس ومجموعه كبيره كل الناس اللي قاعد تقول عليهم دي الناس ازياس كلهم مشوا، هي الدروع والجماعه دي كلهم مشوا مشوا جماعه اديسه. ونحن واصلنا العمل ده لانه جانا المندوب السياسي اللي كان بتاع المنطقه الخامسه اللي قلت لك اللي هي حوالي اسمر ده. مين هو؟ جيلاي جرماي. لا او شهيد جيلاي. شهيد جيلاي. دي جانا وتكون رسميا يعني عمل منظم حصل اتحاد عام للطلبه الاريتريين كان الاسم يعني نفس الاسم اللي كان بره. احنا كان اسمه الاتحاد العام طلبه الاريتريا ومعناها والقياده كانت تسمى لجنه مركزيه. وكانت اوكي قياده انا عايز اعمل باوز هنا وعايز اعيد المشهد ده وارخه عمليا بتبقى احنا مؤرخين في التجربه دي. قاعد تتكلم عن جيلاي المسؤول السياسي جاء من المنطقه الخامسه الى اسمره. تم تنظيمكم انتم بشكل رسمي لائحه وكل شيء بلائحه داخليه واطر تنظيميه وقياده عندها القرار يعني وكل مسؤوليات. لا ده كان دعم سياسي قوي طبعا. ايوه فده دي نقطه حتى انا ككادر في الحركه الطلابيه بعتبرها صبغ صحفي ومعلومه يعني تؤرخ لكتابات قادمه. تفضل استاذ عبد الله. وهو تم التكوين ذات الاتحاد ده وعينت قيادة. أيوة. والقيادة دي أنا كنت أحد أعضائها طبعا. كنت أحد أعضائها يعني ممكن ناس نعرف أعضاء القيادة اللي كان معك. جريز جهرت والدي كان جريز جهرت والدي و حزام كان معاكم. أيوه محمد حزام. محمد حزام كان معاكم. أيوه معنا. وجريز جهير ولده اسمه جريز جهير ولده جريز جهير. لكن هو كان في مدرسة المعانة ولا في الفلاس. المهم جريز جهير ولده. ايوه. وبرده واحد اسمه جرماي. ايوه. مين كنا خمسة وانا خمسة كنا ده القيادة. وكنا عندنا لجنة الذل طبعا عمل سري هو لجنة الظل. لجنة الظل قيادة رسمية معروفة وقيادة الظل معروفة قيادة الظل غير معروفة. أي لما نحن نتقبض ولا حاجة كده طوالي تحتل مكانه وتواصل العمل. هي ما تظهر ما تعمل لقاءات. متوقعين أنكم تعملوا عمل يؤدي بكم معرضين للقبض لأي حاجة كطلبة. أيوة. ده معناها يعني الناس كانت مش واعية سياسيا كانت ملتزمة سياسيا أنه تخش المخاطر إلى درجة تخش السجون. دي طبيعة الطلاب كانوا في المرحلة دي وللمخاف من أنه الأمن يعتقلكم عملتوا قيادة ظل اللي هي شادو ليدر. شادو ليدر شادو كوميتي. أوكي طيب دي مهمتهم أنه يقوموا بالعمل مجرد ما أنتم يتم اعتقالكم. أوكي طبعا هم المهام اللي كانت أنتم مناطين بها شنو هي؟ والله المهام اللي كانت منوطة لنا اولا القيام بتعبئه او تعبئه الطلبه السياسيه. تعبئه سياسيه وبعدين التعاون مع قوى عسكريه فدائيين الفدائيين العسكريين يعملوا عمليات اعمال عسكريه وتزويدهم بمعلومات. أيوة. حاجه ده كمان. ايوه وبعدين كنا نطلع اشتراكات معنا بسيطة ما نافعة. تطالبوا بدفع اشتراكات التزام هو. اللائحة طبعا كانت تنص على الحاجات دي كلها. وإذا كانت يعني طيب المجموعة دي هل واجهت مخاطر؟ هل دخلت في عمليات بين لدرجة أن يهدد أو يعتقلوا؟ فعلا كان هناك عمل عسكري نفذ في داخل أسمرة وطبعا دول بحكم الموقع بتاعهم وكده يعني متعاونين معاهم لأنه استقبال المنادلين ده من ضمن مهامهم. المنادلين اللي يخش أسمرة ده وتأمنوهم تأمين يأجروا بيوت يستقبلوهم كل شيء. أيوة. ده من ضمن مهامهم كل اللوجستيك انتم تقوموا بهم. وحس لما حصلت العملية مباشرة بعد العملية. أيوة. طبعا العملية ما انكشفت ناجحة وكل شيء. أيوة. لكن أثناء التحرك الأخوة اللي خشوا من الأراضي المحررة واحد اتكشف كده وبعده طبعا زميلي يعني اللي هو كان جريز جهرت والدي جريز جهرت والدي. أيوة. برضو قبضوه. أيوة.
ولانه صدفه طبعا ظهر مع التفتيش والحركه بتاعهم يعني. ايوه. وبعد ما اتقبض هو ما اعداد ما كبيره اللي اتقبضت تقريبا المناديين ما بيجوا لحالهم طلعوا بسلام بسلام. أيوة. المتعاونين معاهم في المدينه من الطلبه هم اللي من الطلبه يتقبضوا كده. ايوه. كم نفر رحتوا؟ والله حوالي 4-5 ما اكثر من القيادات من القيادات جريز جهر اللي هم مجموعاتكم. ايوه. طبعا دي حاجه خطيره بالنسبه لكم انتم برضه. ايوه. مساله تامين وكده. ايوه. صح. هو بالحقيقه يعني مش مبالغه ولا كده ولا اخفاء يدوروا ما, ما 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 كنا خايفين انه فعلا هو ما ادلى باي اسرار. لكن طبعا العدويه أيوة. العدويه ما في العدويه الاخرى. ايوه. الناس ما واحد. وعشان كده انا شخصيا اضطريت اطلع. اوكي. طيب هنا يعني انت زميله جريس جهير انكشف, تم اعتقاله, القياده المعروفه لدى الطلبه او لدى المجموعه اللي كانت تتعامل واحد منها تم اعتقاله. العمليه نفسها نجحت اللي هي العمليه العسكريه, بس فقط كان انه المقاتلين الفدائيين رجعوا بسلامة. طلعوا بسلامة وده تأمين منكم عالي جدا, ولكن المخاطر انه واحد من قياداتكم تم اعتقاله. صدى هذا الموقف عليك كان كيف؟ والله ده بدأ حسة يعني عايزين نشوف معدنك انت ومعدن الحركة الطلابية بالضبط كان شنو في اللحظة دي يعني. والله طبعا اولا شيء طبيعي لانه الواحد يتوقع دائما يعني التحرك سريا هو دائما. وبعدين في جواسيس وشيء كثيره جدا يعني. أيوة. ممكن في اي لحظه الواحد بيكتشفوه. أيوة. وبعدين مساله السجن حالات يعني حاجات معروفه هي. أيوة. وما حاجه كذا الواحد يرتعب منها ولا يخاف, لكن مستعدين انتوا جاهزين في جاهزيه. أيوة. كامله جاهزيه. ده معناها في كان في وعي سياسي وتدريب انكم تجهزين للعمليه دي. طبعا. ايوه. لكن حكايه الواحد المخاطر جايه ما ممكن تتفرج ساكت. أيوة. خروج للميدان. بعدين من مهامنا نحن الاتحاد ولا اللجنه ده من ضمن المهام. ايوه. الداير يخرج للميدان ده خراجه يعني عمل له وسيله بتاعه يخرج للميدان. انتم معناها بالطريقه دي قاعد تتكلم عن انكم مش طلبه وبس, انتوا حركه سياسيه هنا. نعم. وماسلوا كده حركه سياسيه لدرجه انكم تشيلوا ناس وتنظموهم وتخرجوهم للاراضي المحرره عشان يواصلوا الكفاح المسلح. ممكن في قصص هنا ممكن تحكيها الناس اللي خرجتوهم. ايوه كويس. اساسا الاتحاد ما اتحاد نقابي يعني, اتحاد سياسي يعني. اتحاد نقابي سياسي. سياسي هو طبعا. وعشان كده المهام زي ما قلت لك يعني التابعه السياسيه استقبال الفدائيين والتعاون معهم ومدهم بالمعلومات وغيره وغيره ده يعني. وحتى الدائر يخرج الميدان, يخرج للميدان غير. طيب. الطلبه في طلبه في وضحت الصوره. ده المهام. ايوه. وضحت الصوره انكم عندكم مهام سياسيه, ووضح انكم مهامكم متقدمه جدا لدرجه انكم تخرجوا برضه مقاتلين او ناس مستعدين يلتحقوا بالجبهه. طيب حنقف عند النقطه دي الى ان نلتقي بكم, نستودعكم في حلقة قادمة إن شاء الله. كنا عندنا سلة حتى مع المناطق الثالثة والرابعة. المنطقة الرابعة والمنطقة الثالثة. الرابعة اللي هي اتجاه لساحل البحر الأحمر. يعني كل جيش التحرير مش تدريب خاص لوحدات معينة, في أي تدريب كان بتاع التنظيم على مستوى التنظيم. على مستوى التنظيم كله. هنا كان في ضرورة إنه أولاً توحيد المناطق. توحيد المناطق مطلب أول. عشان الناس تدعم بعض وتكون في هناك قيادة بقربهم. هم متشتتين في المناطق ما في فرصه ذات بتاع لقاءات واجتماعات, فعشان كده عملتوا لجنه. أيوة. جنود كسله ده كانت مهمه الناس عشان موجوده مع بعض. ايوه. وهنا تكونت لجنه لجنه من المناضلين.